في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثاني عشر في المجموعة السادسة أشواط الجعدان من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الحقائق، اللي في أول المراكز شاهين للسيد شهاب بن حمد الوهيبي، مع شاهين في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز عدو ناصي للسيد إبراهيم بن حمد النعيمي، مع ناصي في ثاني مراكز هذا الشوط، أما اللي في ثالث المراكز هذول الفائز السيد عبد الله ابو برجس، مع الفائز في ثالث المراكز، اما اللي في رابع المراكز هذول الليزر للسيد سيف بن عامر النعيمي، مع الليزر في الرابع المراكز وخامس المراكز رشعار عبد العزيز بن جار الله، اللي في رابع المراكز هذول رقم اثنين هذول الباز او هذا وهذا هو الباز السيد مهنا بن محمد الضابط الدوسري راعي العوائد متواجد في هذا الشوط، عذرا للسيد مهنا يتشابه شعارك مع شعار بن سالمين، اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا شايل السيد شهاب بن حمد الوهيبي في هذه اللحظات في اول المراكز، ثاني المراكز عدو ناصي للسيد ابراهيم بن حمد النعيمي، ثالث المراكز من الجانب الايمن شاهين للسيد سهيل بن حمد بن سهيل الحفار الواصل من الجانب الدوني في هذه اللحظات، هذا لفان للسيد جبر بن شمسان النعيمي ولف لفان في هذه اللحظات، اما اللي في ثالث المراكز عدو الفارسي السيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري في ثالث المراكز، ولكن هذا في اللي في اول مراكز شاهين السيد شهاب بن حمد الوهيبي. وبدون اي اوامر حتى هذه اللحظات للسيد شاهين للسيد شاب بن حمد الوهيب انتزع المركز الاول وسيطره سيطره تامه، نقول تهانينا والناموس للسيد شاب بن حمد الوهيب على فوز شاهين بالمركز الاول، اما اللي في ثاني المراكز اللي وصل هذا لفان للسيد جبر بن شمسان النعيمي، ومن اللي في ثالث المراكز شعار صالح بن مطر الضابط الدوسري الفارس للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين وتسعة ثواني و43 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.